بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الدار وفي الخارج، تزور في الاونه زول ديرين ستيرين اللي عايشين في مورتا كود الغربه. بونجور ساليت لي زالجيريان الجيريان كي فيفون لاجيريا ترونجي، لا شرقيه لا غربيه، ثقافه جزائريه. الحس السياسي في الجزائر اليوم راحت السياسه في الجزائر. ما عندناش حقيقه المستوى السياسي اللي عرفناه في التسعينات ومقبل التسعينات وفي الثمانينات الى اخره، ما عرفناش. يعني الحس السياسي في الجزائر الآن هي أشخاص يطاكي أشخاص إلى آخره، هذا هو دايرين في بالهم، هذه هي السياسة. لكن السياسة حقيقة هي كيف نبنيو مجتمع الجزائر، مجتمع كيف نبنيو لي كونستيتيوشن كيما يقولوا ديتا، يعني الحكم في الجزائر. هما ما يعرفوش هذه، لأن الناس هذوما اليوم رانا نشوفوهم، يعني الدستور الجديد هذايا أو نساوه، ما همش يهضروا عليه، نساوه فريمون، إلا بعض القليل فئة قليلة هم يهضروا على هذا الشيء، سينو نساوه قاع نمحاوه. علاش؟ هم يخرجوا ناس أمثال المرتزق خالد نزار وهذاك ياسف سعدي، وقام يخرجوا يعني على الصورة اللي صارت في 60 عندها 60 سنة ولا 50 سنة، باش نهضروا على 50 سنة، يعني شكون ما كاشي الى اخره. لكن انا اليوم نشوف امثال ياسف سعدي يعني واحد ما ثبت باللي حقيقه دار ثوره الى اخره، واحد ما ثبت مش بريسيس، واحد ما ثبت. لكن كيف نثبتوا انسان باللي دار هذا الشيء باثبات، يعني باشخاص ولا باوراق الى اخره. كما امثال هذا السيد هذا قال بلي انا اللي درت في العاصمه وما على باليش، لكن الناس كذبوه بحقائق. امثال حصه البايس قادرين تشوفوها وموجوده في اليوتيوب ولا ما نحاوهاش. ارسقي باسطا هدر وقال بلي الاول عمليه فدائيه في العاصمه تلها الجروب تاعهم، يعني الجروب تاع البي بي ام تي ال دي والامانه، يعني الامانه ولا في 56 لو بريميير طونط، يعني هما غادي تكون احد الاخر كيما يقولوا شكروا هو هدرها، قال احد الاشخاص يعني اللي كان يمول فرنسا الى اخره. يعني ومن بعد جي في لو ليان، جي سمعت البنت مصالي الحاج اللي داروا لها حوار في كندا، احد الاخوه الجزائريين دار لها حوار الى اخره، هضرت سي لا ميم شوز دو ميم ليان كو ارسقي باسطا واش هضر. وبعد ثالثا احد الاخوه تاع الامانه موفمون ناسيونال الجيريان، يعني اللي كان منفي في فرنسا ومن بعد دوقا وعايش في الجزائر، يعني هو من جهه الرغايه الى اخره، هضر لا ميم شوز واش هضر ارسقي باسطا، يعني باثبات ان حقيقه حقيقة. وهاد الأشخاص اللي ما عندهمش تاريخ هما اللي ولاو يدير لك تاريخ إلى آخره. حتى أحد أرسقي باسطي يقول لك عرفناهم كيف كانوا وكيف ولاو، يعني حقيقة راكم تشوفوهم دوك يقول لك مجاهد عنده ليسونس تاع شراب، عنده واش من الأخر هدايا، واش من الأخر ليسونس تاكسي، و يعني باش تشوفوا البلاد كيف راحت. وشكون هاد دار هاد الشيء من 62، يعني معهد بن بلا بوماتيان الى اخره، هادو هو يعني ما عندهمش فيزيون، كانوا عايشين في عائله وحده والاخرين مور ما كاش الاخرين، ما كاش يعني محاوهم كاع الا عائله وحده، عائله ثوريه يقولوا هما ثوريه. ومن احد الثوار الجزائريين نفاوهم أمثال بوطياف، كريم بالقاسم، خيدر، حسين عيد حمد الله، يعني الله يرحمهم كاع هذوما، خرجوهم فرصاهم يخرجوا باش ياكلوا لاطارت وحدهم هما. هذه هي. وهاد الديبا بوليتيك باش ينسيونا كيما قلت لكم يا خاوتي بالدستور الجزائري، باسكو أي بلد في العالم يمشي بالدستور تاعهم، لا فيزيون بوليتيك تاع الدستور هذاك تاع غدوة، كيف نبنيو المؤسسات، كيف نبنيو الدولة. لو كان تشوفوا في الدستور هذا
الديمقراطية، يقول لك الأحزاب وكتايا، عم بالهم الديمقراطية أن نخرجوا 300 حزب هذه الديمقراطية؟ لا لا، شي هذه جيروغرات، شي هذه حرية التعبير، لأن شكنا 60% من الأحزاب الجزائرية خرجتهم من المخابرات الجزائرية، 60% شبريسي 60% من الأحزاب خرجتهم المخابرات الجزائرية. علاش نقول هايدا؟ باسكو نرجعكم عندها عام داروا الاخر يعني كيف لو سيستم تاع المخابرات الجزائري، كيف يديروا احساب، كانوا انفلتري في الصحافه، في المؤسسات، في كلش. هاي بروف كونكريت، ما حنا ما نهدروش هايدايا، قلنا الحمد لله التاريخ خلى هاد الناس هم يهدروا في الاخر. مليح، خليه يكشفوا مليح باش يكونوا على بالنا وين كنا ورانا وين راه رايحين. هذه هو، هذا هو التاريخ. ويقول لك الديمقراطيه والاخر، يا عجب، هذه الديمقراطيه كما احد الاخوه واسمه محمد فيطا، موح فيطا، باسكو محمد واسمه في العاصمه يعيطوا موح، موح فيطا احد المغنيين في بلاس اودا، يغني يغني يعني جراتوي، لقمة عيش نقوله، لقمة عيشه، يغني جاو رفدوه لابوليس، رفدوه كدايا يعني ما فهمتش انا جيريا كومبري. يا اخي راكم تقول الديمقراطية الاحزاب 300، السيد يهدر يغني للشباب الجزائري رفدوه، ويقول لي واحد الاخوة على ما تبانش، هاي ليك امبروف. يعني الديمقراطية في الجزائر ديمقراطية تعسفية، ليش الديمقراطية الحقيقية؟ لأن الجزائر عاشت ديمقراطية حقيقية 3 سنين برك، 3 سنين، أبريل و 5 أكتوبر 89 90 و 91 قبل الانقلاب، هادية 3 سنين هادو عشنا الديمقراطية الحقيقية. الديمقراطية الحقيقية هي ماشي عندي حرية نسب بوليسي، يعني هذه ليست ديمقراطية باش نتفهموا. ثالثا نهضر على لي ديكلاراسيون اللي دارهم احد يعني الاكس بريزيدون تاع فرنسا، وين دارهم؟ دارهم في دبي، يعني بلد عربي مسلم الى اخره، كيما يقولوا هما يقولوا الما، دار ديكلاراسيون ضد الجزائر. الحكم هذا ساكت، علاش؟ باسكو ما عندهم مصلحة مع فرنسا، ومع تعرفوا شكون هو حاكم فرنسا بلا ما نهضر، يعني باين. وشخص هذا اللي هو يهدر هايدا والاخر تاكل، لان كي الحقميني يسحب طول السروال في الايروبو ما بقى والو. والموديل تاع الجزائريين ونمدها، يعني 65% الموديل يديو الموديل تاع فرنسا. كاينه حاجه يقول لك الثوره الفرنسيه، الثوره الفرنسيه هذيك اللي داروها كانت مدعمه من عند من؟ ماشي احنا اللي قلناها، دي زيستوريان فرونسي امثال جون باريول، روحوا سمعوا يعني هذا 1700، روحوا شوفوا اكتبوا اسمه وشوفوا واش هدر. هذا ما كان يعني فرنسا ليست مثل يديوها الناس، لان البرومي اللي دار العنصريه هي فرنسا، اللي قتلت العرب والمسيح هي فرنسا، يعني اللي كروازي كيما يعيطوا لهم هما، مين خرجوا من فرنسا يعني. ومازال الجزائر تبع مثلها لفرنسا، لا لا ليست مثل فرنسا، ما لا من جامي نديو مثل من فرنسا، لان الشعب شبريسي، الشعب الجزائري ليس جميع الاشخاص، الشعب الجزائري على باله شكون العدو وشكون صديق، هذا ما كان. وهذا الحديث هذايا عم يهضروا على الجزائر، يسبوا الجزائر، نورمال، مي الحكم ما يرجعش، لان عندهم مصالح مع فرنسا، وفرنسا اللي تمد لهم الاخر، كما قال هولندا عندها 3 شهور، شوفوا واش هدر على الجزائر، هذا ما كان تاكل. الامثال
نجيبوه من أندونيسيا، ماليزيا، تركيا، كاهم الأمثال اللي نجيبوه، لأن عندهم دين واحد وتقريبا ثقافة واحدة تقريبا. يعني علاش نروح أنا للبعيد ولفرنسا العنصرية إلى آخره؟ باسكو سورتو فرنسا يديروا ولا شتو لي زيميسيون تاعهم، لا بليبار دي زيميسيون يتاكيو بلاد واحدة أخرى، زعما هما ملاح وملاح وهما لي ميور كاع، أكبر عنصريين. بعض الناس يقول لك دا كيما ديرنييرمون قلت أحد العربيات مسلمات هي مجلس الشيوخ تاع لا هولند، هي رئيسة مجلس الشيوخ مغربية. وهاد لي فرونسي داو غسلوا المخ تاع الاخرين، قال لك بلد عنصري وكدا. وين بلد عنصري؟ قام بلد عنصري ما يحطوكش وحده تاعهم يعني. واليوم يا خاوتي نقول لكم، الحديث في الجزائر هو ان الجزائر الغد ليست جزائر البارح ولا لو البارح ولا فعد، مازلنا في الثورة باسم الثورة إلى آخره، خلاص هذيك نشوفوا جزائر الغد باسم اليوم، جيل تاع غدوة، ما نبقاوش في الثورة إلى آخره. أن سي بور سا ما رحناش القدام ونبقى هايدايا. ونقول لكم سلام عليكم، إلى بروشان إن شاء الله.